طيب. بالبيانات، بالبرامج، لو بالواقع. وهي واحدة من النقاط الأخرى سيد البرزنشي، يعني عندما يتحدث مثلا السيد الصدر بأن أي طرف بإمكانه أن يلتحق بالتيار الصدري في الحكومة المقبلة، حكومة الأغلبية الوطنية، بإمكانه أن يؤمن بالبرنامج السياسي، أهلا ومرحبا به. نقطة أخرى هي فيما يتعلق بموضوع الفاسدين والمفسدين وربما تقديم هؤلاء إلى العدالة. اليوم الإطار هل بإمكانه فعلا أن يتوافق مع هذه النقطة وأن يقدم من عليهم ملفات فساد فعلية ربما عليها مؤشرات من قبل التيار الصدري أم لا؟ عزيزي، أولا التيار الصدري مو هو اللي يقود العراق وحده، ومو هو بكيف اللي يحدد مسار البلد. أكو منتظمين سياسيين آخرين، يعني أكو الكورد وأكو السنة. ليش الحديث فقط عن الإطار التنسيقي؟ ليش ماكو خلافات داخل البيت السني؟ ماكو خلافات داخل البيت الكردي؟ قال للجميع. قصدي هل لا يوجد فاسدين مثلا داخل التيار الصدري؟ يعني التيار ملائكي مثلا؟ لا، أكو ناس فاسدة ومفسدة، ونفس الحالة في الإطار التنسيقي هم كذلك. لكن هذه ما تجي بالخطابات ولا تأتي بالشعارات، تأتي بالتعاون والجلس، جلوس حقيقي وتشخيص. إحنا مو قضاة ولا حاكمين ولا محققين حتى نجي نقدم فلان للجهة السياسية الفلانية. لا، أكو سياقات قانونية، سياقات دستورية نحترمها ونقدرها. إذا كان سيد الصدر كذلك يحترم هذه يفترض، وكذلك الإطار التنسيقي أيضا يحترم هذه القضية. طيب. فبالتالي هي مو قضية مزاج ولا قضية إعلام، لا، أكو سياقات دستورية وقانونية نحترمها، يحترم الطرفين.